يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن طلاب وندرس علم أصول الفقه الذي يتكلم عن الأدلة العقلية والجوهر وعلم المنطق والذات إلى غير ذلك، فهل هذا يعتبر من العلوم التي لا فائدة منها؟ لا، أصول الفقه الصحيحة ليس فيها علم المنطق. أصول الفقه الصحيحة ليس فيها علم المنطق، فيها المطلق والمقيد والخاص والعام، وفيها مباحث، فيها القياس، وفيها مباحث أصولية ما فيها علم المنطق. هذا اللي نعرف. نعم.